نأخذ كل هذه التساؤلات إلى مراسلتنا من القدس لانا كولغاسي. أهلا وسهلا بك لانا. ما المتداول إسرائيليا حول ما جاء في بيان أو في صحيفة رويترز عن رد حماس وأيضا الاجتماع المرتقب في إسرائيل لمناقشة ما جاء في هذا الرد؟ يعني بعد 9 أيام من الانتظار وانعقاد قمة باريس وهذه الصفقة الجديدة، بالفعل كان انتظار طويل بالنسبة للجانب الإسرائيلي الرد لحركة حماس. اليوم بعدما كان أو بالأمس بعدما كان هناك رد، صباح اليوم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قال بأنه سوف يعقد اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي، يلتقي الوزراء في هذا المجلس لمناقشة رد حركة حماس وما سوف يكون الرد الإسرائيلي لهذا الرد. محللون إسرائيليون منذ صباح اليوم يتحدثون بأن إمكانية قبول إسرائيل بشروط حركة حماس تقريبا مستحيل. حتى يعني رئيس الشباك السابق بالفعل تحدث بأنه قرأ شروط حركة حماس المتداولة في أيضا الصحف وقال بأنها شروط مستحيلة وأنها غير قابلة للتنفيذ، خاصة بأن إسرائيل والجيش الإسرائيلي أيضا والحكومة الحالية هي تتمسك بعدم وقف هذه الحرب وإنما وقف فقط لمدة أشهر عن إطلاق النار ومن ثم تبادل للأسرى. وبالتالي سوف ننتظر اليوم بالفعل حتى لقاء بلينكين المنتظر في الساعات القريبة، سوف يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إضافة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت وأيضا رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي. نعم لانا، تحدثت عن زيارة بلينكين المرتقبة في إلى تل أبيب، وهناك أيضا حديث عن صحف عالمية ووكالات تقول بأنه ضغط ما أمريكي يمارس على تل أبيب للمضي نحو هذه الصفقة أو نحو هذه التهدئة. هل لمست أي مؤشرات لذلك؟ يعني تصريحات إسرائيلية أكدت ما يقال؟ بطبيعة الحال حتى لو كان هناك ضغوطات من الجانب الأمريكي، الجانب الإسرائيلي لا يعترف بذلك بشكل واضح وصريح بخصوص هذا الموضوع، ولكن بالفعل هذه المرة الخامسة التي يزور فيها بلينكين إسرائيل منذ بداية الحرب، ولكن هذه المرة ربما المختلف أن بالفعل الولايات المتحدة تريد التوصل إلى صفقة جديدة ووقف لإطلاق النار. وهذه المرة تحديدا جميع الصحف سواء الإسرائيلية الأمريكية وغيرها تتحدث بالفعل أن هناك ضغوطات من قبل الولايات المتحدة على إسرائيل. هناك عدة خيارات لما تكون هذه الضغوطات، ربما بالفعل أن الولايات المتحدة تجلب حل للسلام الإقليمي. لانا، ماذا عن ضغوطات أيضا عائلات لذلك هذه خطة مهمة؟ هل ينوون بتحركات ما إضرابات كما عهدناه في الأيام السابقة؟ على ما يبدو أن الشارع الإسرائيلي لا يؤثر بشكل كبير على القرارات الحكومة الإسرائيلية. يعني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع يخرج الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع، يقومون بإغلاق بشكل متكرر شوارع رئيسة ومهمة في تل أبيب لمحاولة الضغط على الحكومة للتوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى. ولكن حتى الآن على ما يبدو أن الجانب الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية لا تضع، حسب أيضا وصف الشارع الإسرائيلي، أنها لا تضع في سلم أولوياتها الأسرى الإسرائيليين. لذلك بالفعل يعني ربما لا يوجد الكثير ما تضغط عليه أو ما يستخدمه الشارع الإسرائيلي ضد هذه الحكومة لأنها متمسكة بالقرارات. وهناك أيضا ضغوطات على بنيامين نتنياهو حتى من الداخل هذه الحكومة كما تحدثنا في الأيام السابقة من إيتمر بن غفير وعدد من الوزراء الإسرائيليين الذين يهددون بشكل دائم أن أي صفقة لا تتوافق مع شروط إسرائيل سوف يقومون إسقاط الحكومة. وبالتالي بنيامين نتنياهو هو مهتم بالتمسك بمنصبه بأي ثمن.